السلام عليكم ولا عين الجيمر جيمي، نجدكم في الحلقة السابعة من بروسيز مستر ليج. عندي قريب جماعتين كمين ملعبتاش، ما نعرفش شنو صار بالضبط، نسيت بالضبط شنو صار. بدك كم بنيوي ليش شفتو ما نبيع شي، استنى نبيع شي. او 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 ليش نبيع حتى جوية شنو هذا؟ في جوارات عندي حب يقول لي بها احسن جوارات عندي، مش احسن جوارات عندي قوين مثلا 60 وديتر هذاك يساوي عندنا قوين اللي خدينا احنا في الميركاتو. فين نشوفو الميركاتو؟ لا مازالو سبارتي على الميركاتو، مازالو اثنين مباراة في الميركاتو. عندي برشا ملعبتيش هذاك، علاش نسيت بالضبط في بالنا في المرتبة الأولى طلعت. شا عندي جو هنا كوكو جونا فسفوس كالعادة، كا وجونا هذيك باش نضيع الحيل هذايا نحطو هذايا فسفوس كل شيء. هذي سلير سيبا على حسنا بدو بسير وفوشو الاري ملعب التحية لكم من استاد الملك فهد الدولي. خلصنا جدا ما حتى هي البداية. اذا بيسكارا يتمتع بسجل مثالي وسط أرض وجمهوره بدون أي هزيمة. صلي على النبي يا رب خير، صلي على النبي، صلي على النبي. برا شكو يلعبها بينية أرضية، يا سلام مراوغة ممتازة ويضعها بالمرمى. أظن أن هذه واحدة من أفضل التسديدات التي رأيتها على الإطلاق. بداية ناجحة للغاية بهذا الهدف المبكر. طب يستر يديروا علينا. بيسكارا حصد ثلاث نقاط صعبة في مباراته الأخيرة، فهل سيقدر على تكرار ذلك اليوم؟ مش جاردين صفحة جاردين. بيسكارا يسجل في بداية المباراة بطريقة رائعة. بيسكارا يتقدم بهدف نظيف. يحاول فك دفاعات المنافس. انا كنت شو هذا تعدي بزيء مرزي حتى نستنى في ملكاتي في كيف يري ملكاتي، ما ليش اصلا فلوس تفشل جواريته. يرسل كرة دونية الى المساحة الفارغة. مجيك عند وسط الملعب. كرة دونية إلى الأمام، كانت لتصبح هدفا لو كانت اللمسة الأخيرة جيدة. هذه فرصته، ارتد الكرة من القائم والحارس يلعبها بعيدا عن المرمى. يا جماعة لعب جماعية. تم إبعادها بصورة ناجحة. مش عادي يلعب كرة بينية، هذه الكرة تدخل المرمى. جماعية ضعيفة طيب. مش فكرت من غير قوة مستديق تلعب جماعية ذاك قوة مستديق تصرف قوة ليكي قوة. النتيجة 2-0 الآن. جزاء
تنطلق الصافرة لإعلان نهاية الشوط الأول. كان بيلو جرود في خمس سيزون قال روحنا كنا مصابين كنا خسرنا كل حاجة اثنين قال روحنا معناتها ما نتقلقوش على جرود باش تبيض جدار دفاع رهيب تركيز دفاعي مرعب جرود باش تبيض باش تجرود طيارة اللي عندي قوى واحد فيهم ترى موسس بونس فيهم وديفونسور حتى كان جاتكم يقرر لاعب كرة نحو خط الوسط اليوم كل المناطق مقفولة لا يمكن أن تمر الكرة وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة ويرسل الكرة إلى الأمام. أوكي صح. جميل. والكرة ملعوبة إلى الأمام. المباراة تمر بسلام على الفريق الفائز هنا. بيسكارا قادر على أن يكمل مسيرته الرائعة وتحقيق رابع الانتصارات بالفوز في هذا اللقاء. عملوا مش كبير برشا مش نجد مش عملوا مش بعد كان نطلع الديفيزيون طول شوف الكرة طول شوف الماتش وفايل خرج ماتش كيف هيش الدرجين ماتش شوية تاع سبع دقايق عامل من بالفرماسي ما بدأ شنو يولي درجين يخسروا الخريمة تلحظوا مشي عادي يو يا عمي شكرا الانترنت معلم كوكو 17 بونت كوكو ملي بيتور زحت الشامبيون مش ربك ما خسرتش كالي كالي هي 43 هنا 43 وهي 42 والبعض فينيزي اللي ضربتها بالسكور ذاك دجا زيرو ولا مش عارف دجا زيرو ترى ما نسيت وقت كانت في برشا عندي برشا ما لعبتهاش سيزون هنا برو نقاتنا في الايفل ويدي اللي ماتها نسجل ورا بعض نكملها نكملها في الايفل ويدي هذاك علاش قعدنا نلعب ورا بعض شفت الترويت وحلقاتنا مبين مبين كيكون مبين ضربوا بين كم بعزت ضربوا بين كم بعزت هذي مش خايب ولا امشي كم حتى امشي لهم هذي امشي مبين كده
69 اي ثم كنت على 66 اهم كمبني رمبه نعم مش هدخل 63 66 65 مقدرش طول جيت على 66 يعني 66 معي يا عم ليه اقل معي برمي قصده هاي مرحبا اعزائي المشاهدين معكم اليوم من كابينة التعليق رؤوف جمعية زرقاء كبيرة هو الفريق الاكثر تسجيلا للاداء وعملوا عمل كرة هجومية ممتعة كيني متاع فريق زرقاء كما تجي الكويت اسمه المنتخب الازرق يقرر لعب كرة نحو خط الوسط بيسكارا يعيش أفضل حالاته الهجومية بتسجيله في سابق المباريات الخمس بطريقة مثالية تحظى بإعجاب كل متابعي الكرة العالمية فهمتوني تو هو منتخب الأزرق على طول وهو مش محط حاجة زرقاء فيه كيف كان بيسكارا لقد حالفه الحظ هذه المرة وبالطبع نتحدث عن بيسكارا في منتصف الشوط الاول من المباراة لم ينجح اي فريق في تقديم اي لمحة هجومية في الناحية الامامية كرة على الرواق صح تدرج ممتاز بالكرة في عملية واعدة هذه الكرة تدخل المرمى كانت البسكارية اللي يسميها صح كانت اللمسة الأخيرة الوعد تيكي تاكا البسكارية وصل متابعة المباراة إلى بعد أن أصبحت النتيجة 1-0 لم يحالفه الحظ في الكرة البينية معلم والله معلم والله معلم لا سلام ولا كلام هذه كرة إلى الأمام تعبان أخو زيدان كل بنت تعبان توزيع إلى الأمام كل بنت تعبان مش ناوي بتساعدك لازمك تهبلهم هكا بالباسيت لازمك تهبلهم هبلهم بالباسيت هبلهم هبلهم ما يفهموا شيء زين مش فكر شيء كذا ما فكرش عدت الكرة وباش يسجلوها فهمني عاد من يقدر على هذه التمريرة والتصويب نحو المرمى كرة تعدي تعرف مدى 100% بالحق عندك كان جوز 60 متر جلوبال ولا هاتيك بريس اكثر من قوة سمى روح الفريق اللي كان عندها مهمة حاجة مهمة كبيرة برشا قديش الجماهير قوية وروح الفريق نتاعها طايح طايح كيف كيف ولا حكاية كيف هذيك حقنا تبقى تبقى حق تقول فرنسا كي من ديفيزيون دو نتاع فرنسا الجماهير مش هذا اقوى شوية من أقوى شوية من بيسكارا بيسكارا معلم سمى زبالة قدام نونس بلا مرة كفى يوهانتوس جاي هذه انطلاقة واعدة حذاري من هذه التوزيع حتى لعبتها والدفاع يبعد الكرة من منطقة الخطورة لونس ماشي مباتشا وقت ال وكرة عرضية مرك فهمتني هذا بشرة فهمتيش كيف فهمتني خاطر الفريق المهم اللي اللي بشعب مستديك ولا يعرف المستديك معناتها باز عرف حكي باز عرف حكي له روح الفريق خاطر بالحق ولا مهمة برشا برشا مهمة برشا برشا زيك من سيستلم هذه التمريرة الثولية
لك علاش مثل الجمعية جوا أمريكا خدم في 91 فريق لونس، لونس أقوى شوية من فيها، فيها 72 فيها 80 85 تعبتني برشا، تعبتني برشا. حتى ديفيزيون دو تاع ديفيزيون دو تاع إيطاليا قوية قوية برشا، تاع فرنسا تاع إيطاليا كما تاع إيطاليا كيف في أجاكسيو حاول بمفرده التوغل لكن بلا نجاح يفشل. مش تعيشه، مش تعيشه. يلعب الكرة إلى المنطقة الأمامية. فيها برشا. طلعت الديفيزيون 1 تاع كرة معتادة ودفاع فوق الهدف. كي طلعت كي طلعت الليغ 1 أول عام في الليغ 1 في المركز الثاني، مش حاجة كبيرة. مش شوية المركز الثاني تاع سنة تاع الديفيزيون 2. كانت المركز الثاني ومن بعد في السيزون اللي بعد المركز الثاني واجهت كيف تحققت فيها من سبيل حكم تعدى وثلاثة تلاف اليمين ثلاثة تلاف اليمين من بعد بسم الله المركز الأخر من فرص هذه السيزون كاملة هاسوي فرص تحت الديفيزيون دو من فرصة في أيام ولا يودي تعب ديلي اللي جيت تضربي بسبعة تضربي بثمانية حداش ويودي حسيد عمرو فايد كيما حب بعد ما عمل اللي كانت 2011 و10 عندك 10 خاصيته مستبيد بتاع الناس كانت قوية برشا جماعية عندي تيفيز وعندي برشا وش نعمل تو تيفيز ولامبارد لامبارد و تيري و جوالات معروفين الكل اللي اعتزلوا على بيتي حتى لما خلص على كريستيانو وميسي خلط على ابراهيموفيتش خلط على ابراهيموفيتش اعتزل خلط على تيفيز خلط على لامبارد خلط على بنزيما على فان بيرسي هذوما الكل كنتش نشريهم انا نشريهم كي يعتزلوا كي يرجعوا من الاول كي يرجعوا مره 16 سنه اعتزلوا اعتزلوا نجيبهم صغار في العمر نجيبوا في نوتي الدوبل نتاعهم 70 75 هما صغار تو انت 70 75 نجيو عمره 16 سنه تنجح هرك نوتي برسا عندك صح فهمتوني نصلح فهمتوني نجيب انا كيكا صغار تم جوار تخوم صغار كما تسمع روبن خليتو خليتو قديش برشا خليتو جاكو سيلفا خليتو في 44 مليون برشا برشا جوار عمرو 16 سنة انا يا خويا من بعد من قاعد لو حتى 70 80 انا ما بعتوش بلاش انا من بعد جاكو سيلفا بديت اتوقع من هو بعد ما اعتزلني دبل مركزي تكسس جدا تدي جماعي تلعب حسين والله جماعي خرافية لحظة بالليخة نوريكم التقيحة على السيارة مرض ليش طيب شنو بديو في البركات ما حكي فيه نوريكم كيف ثم الجوار تعتزلت نوريكم شو تعتزلت هو برشا جوار يزغار تعتزلت اما غاليين 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 ايش عندي عندي بيخ نشوف قاعدة البيانات معلومات فريق تصنيف شنو هذا هذا طلع هاكا نجم ممتاز هذا مش قولوا نجم ممتاز ومن بعدها بالضبط تجي مبتدأ معناتها انا حاط في اخر واحدة من بعد نجم قبل نجم ممتاز تجي لاعب ممتاز محترف عادي هو هاوي مبتدئ انا لي انا حاطها في نجم ممتاز حاطها في الهار مش متقولوش راك قادر يربح في الثلاثة تربح في الثلاثة بالاثنين ومش قاعد يقول حتى موت وهي حاطها في الساهل خاطر انا وريتها من قبل اللي عملت مستدعي ورا حتى في الهار ست دقايق قليلة ما تنفعش راك تحط في الهار ما نوريك كيف هذا الموضوع حاطها مبتدئ نجم ممتاز معناتها في الهار محطوط انا قلت لكم ما حتى ربح فريق خليت ربح فريق قداش حكيت هذا السيف المهم برشا هذا الفريق ولا مهم برشا بالنسبة لينا مهم برشا برشا هذا السيف باش عنا تاع فوضى يا عمي ما نبيع قداش هذا التريبا ثلاث ست ما بس كثير ثلاث ست يا عمي ما نبيعش هاي ام فيري سوري لازم ناخذ جوارات ام في ما عندي جمع لازم نبيع شوية سي ام في سي ام في عندي برشا سي ام في استنى مش عطاني ايه ليه غالي برشا دي مستناش كلمة ايه صاحبي شو ديس بعد ستر في اتنار فينا ليه ايه ليه ستر
زوز انت كنت بتلعب اليوم مش تفيد. هذا ما مشي صعب دول جاي صح ومع تجديد العقد. خلينا نشوف فريق الشباب كل تجديد العقد أهم لي من تجديد العقد متابع الكل. شوف دوم زوريتا هذا ما فريق الشباب متابع فريق الشباب متابع يجيب منه بليس ما اللي تعرف لعبي بين بليس كتير بليس كتير هذي دي أمفين أحتاج له دي هذي أحتاج له ما لحظة بركب حديث حشتي بي آر في فما آر في آر في آر فما آر في ديس كرس تي آر دي ينجل أو كبير أوهو يبدو أن فريق أصبح كبير من حاجة ويبقى شنو الحل من وعندي بوست لآخر وينو هون وينو بوست ما عنديش منو جمعين يعني. ليش مثل سبعين؟ شكون هاي؟ بينتو لا زين نبيع شوية جولات في الجولة بينتو لا 60 مش عندي أنا هي زايدة اللي في الجمعية بيع يا بيع بيع يا عواد بيع ترى عندي البيع عندي بوست هذاك عندي نوريكم اهو عندي هدايا وعندي كل ثلاثة من ديفيزيون دو اهو عندي زوز هادو ما زوز فهمتوني هذاك عايش لكن بيع زايد عندي بيجوز زايد الفرش عندي سير كنت ما كلهم سي ان في زايدين نستعملهم ممكن نتعملش بيه سير زي اوز نحطه 161 كان حطه في الكوست نتاعي وتولي لي 50 قادرين نستعمل ان في هادوما ودي ان في والاي ال بي واس بي واس بي ال بي وهذي ال دبليو بي اف ما عنديش منهم جملة دوم دوم ما عنديش منهم جملة دوم نحن ورك أهم حاجة لك المستليك هي دي المركاتو مالك هي بقى ما يسايح شو انت دي وهذه ما جاوبتش هي دي ورك سين في يدك انه ممارن يبعته زحمة بهمني ولا ما بهمني ما هم ما قاعدين بعقدهم ما نجيبهم بلاش انا قاعد بالبيت اهو هذا ما ينشف عندك الجماعة مش حاجة فيها هكا 57 فيها مش حاجة في 70 هكا الزهر ياباني هذا نيشاواكي نيشاواكي مش حاجة تعمل عليها هكا مش حاجة لازم نجيب واحد هكا عندي جملة هذا ما يجيو بلوش بلوشي هو صغير هذا يا دي هاي زهد يا هاي انا 16 سنة سيد بهي عندي حد ان شاء الله مش مشكلة مش مشكلة نعطيني تو 16 سنة مرة 16 سنة من الصغار بالكل نعتزلو تو تو هذو ما جيبهم فلوس يا بولبل هذو ما جيبهم فلوس هذي انا جبت وانا شريت وهذي نشوف شي يجيني ولا لا تشوف مكة هذو ما كل محطة جور معروفة هذي عندي منهم برشا سي ان في يعني نسحقهم نسحقهم شو مش هكي عبد السلام على الاقل 65
بيه رانفي مرتسى رانفي نشوف رانفي اوه حلوة ذي مرة خذ سمعة بتفصل المرة القيمة اوه مش غالي برشا بيه 16 سنة عمر لا يبهينا زي ما زوز عندك كيف جوير شبو بي بيرحت باكي يا جماعة رحت باكي رحت باكي كان جدد العقد يا جماعة ضايع في الوقت اللي جدد لي ما كل تجدد من بعد واحد جدد تلقائي ولا لا قبول الشروط قبوله قبوله شكون عمل تعليقه؟ شو يمو هاد؟ قاعد هذا ليه تمام باش نطرد ولا لحظة برك انا بدي حشي في وسط البيت فيها باش نطرد عليه تعليق زاد ماني بعته انا ماني بعته انا هذا ولا؟ تبعته انا هذا تبعته تعليق زاد استنى هذه تعليق استنى هذه تعليق ترد شنقص اللي يخدم هذه هنا هذه ما يترد لا هذه هذه يخرج تبنيش هذه شو يمه تو 64 وعمر 29 سنة معناتها على الحديث صاحبي تعلق 45 دقيقة ما تكون صاحبي كيسك مع الجماعة مش حد يمكن يتملك عليك مش كنا عندي جواك باش نجيب هذا ما بلاش تجيبه مساء هذا ما بلاش تجيب وعندي هذا اسمه 62 مش بيهم ينجح مش بي خايف هذا يجي بلاش هذا استنى الساخ نشوف شو عندي هنا شكون جواك باش نجيبه هذا ما بلاش دي رخيص دي بيه 68 وقام فيه يجيب البوست بتاعه بالضبط ودي يزيد ينجح بيه انا خرجت واحد ال بي ولا شوف ال بي متاعي شو عندي شو عندي جاوب الهم انت عندك واحد اثنين لا عندي في ما عندي شيء جيبه في الكوي ما عندي سبعة ليه ليه عندي في ما قلق من شيء هذا الجاي في نسحق في حاجة أخرى ذيك بيه عندي ثلاثة جولات توقعت معهم في المفاوضات قد نعرف المفروض تجير مع تاكو هنا هذا مش اختي غزة كلهم الزحمة مش قويين كلهم مش قويين الزحمة هذه حلوة ذي هذه في هيت ويت هذه مش خايبة ذي بيقدموا شوية قدموا شوية هيك الزبركنا برشا في الباص هذي بركنا برشا ضحكوا لعبة عندي نص ساعة تو الريكورد ما عملت شيء نلعب زوز مات شوية زوز ثلاثة تلقى عرض تلقى عرض تلقى عرض I
بعدين نشوف هو ديري ما يحترمش هذا. هذه لحظة بلي خشوش عندي لازم يد نقصو بلي برشا مش عندي سبيل عندي واحد اثنين وذيك اللي حابب يمشي يوتال هيكا وعندي واحد هذي قدر شامل يا ستة تلاتين عمرو هاي يا ستة تلاتين هذي 65 عمرو يا عمي بيها يا عمي استحكي عندي زوز ما عندي 66 63 بيها 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 يسهل بيها جيب الصغار جيب بيها جيب الصغار سهل لو 36 عمره هيدا عمل شي في حياته يقول الشغل كبير صحيح كيك صاحبي هم بقلب صاحبي هم بقلب صاحبي صحيح مش وقت بارتية تموان الصح رانا لو 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 اش تعمل شو يخرج انا بتروح لفلف هاي طيب تعدى لفلف مش عندي لين لين اعطيني لين يا التحية لكم من استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض. سامت تجيبوش عليا طب. طابت أوقاتكم معكم راوب خليفة التاريخ لمباراة اليوم. نحن على بعد 90 دقيقة من انتهاء مرحلة الذهاب. فمن سيختتم مرحلة الذهاب بنهاية سعيدة؟ أنا ذي كل ما زدت أصلا بديت مرحلة بديت ال توسيع على الرواح. في وضعية صحيحة أمام الكثير من المناسبات في جدول مزدحم بعدد المباريات برسمك ما عادش تعودها المناسبات عندي كاينش ممكن تخرج منه برسمك كاين المناسبات تاع كذا بهم فهل سيقدر الفريق على النجاح في هذا الجدول المحتل بالرهانات اللي خادمين التعريب ما همش خادمين بالكثير يوزع على القائم الثاني يعطيهم الصحة يعطيهم الصحة رقم ولا يزال مستمرا في التقدم فرصة مناسبة للعب العرضية هنا كيما نتاع كرة قوية نحو كيما نتاع اساسن كريد الشباب باش نلعبوها عشان نكملوا بيد اليمين ان شاء الله باش نبدا ماشي اساسن كريد لازم نجيبوا الريفليشن دول اساسن كريد سندكت بالطبيعة الاخرين يبقوا عندي كاجست بوز 3 متاع حاضر انا يتقدم بشكل جيد على اليسار لكن لا توجد خيارات لديه شوف شوف ايش هالالعاب بس تعرف شو الشنط على الاقل لدي الفرصة لعبة رائعة شوف 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 الهارد بتكف شفته شفته تخيل لي انها كانت من تقتلع الشباك من مكانها تكسرت الجرة الان النتيجة هدف لصفر يحاول تمريرها عبر الدفاع بيسكارا يتمتع بسجل مثالي وسط ارض وجمهوره بدون اي هزيمة يحاول ان يلعبها بينية ورفع مساعد الحكم رايته معلنا عن تسلل هنا عاود هنا عاود هنا عاود مبيلوش ولا هنا عاود نفهم بيه مش كده نقص عليهم كيبر مشي عاود مشي عاود لا يفلح الفريق في التقدم الى الامام بسبب دفاع الخصم صمام الامان تقنية بتبير انا اكتب انا اكتب انا اكتب الظهران يلعبها توريا يحاول توصيل كرة للأمام كرة خاطئة لا تمر من سيستلم هذه التمريرة توريا يقرر لعب كرة نحو خط الوسط كرة توريا إلى الأمام كرة بينية توريا
اللاعب بحاجة للتركيز وعدم إهدار كرات مثل هذه. هذه هي نهاية الشوط الأول. النتيجة في الشوط الأول لا تسعد بالتأكيد. الرقم القوية خاصة على المستوى الهجومي وبديهي قيام المدير الفني بتغيير أو تغييرين. لا يجب أن يفقد أعصابه لأنه لم يخسر رهانه بعد. ما زال أمامه 45 دقيقة قادر فيهم على التعويض والعودة من جديد. يدخل مباراة اليوم بروح الانتصار بفضل الاستراتيجية التي اتبعها المدرب في آخر مشوار بقدرة تكتيكية رائعة قلب كل الموازين بعدما استغل التبديلات بأفضل طريقة وقدرته على التحول في المباراة وتغيير شكل الفريق قبل فوات الأوان يجعل الفوز في هذا الرهان بفضل مهندس هذا الزمان المدير الفني الفنان. بصراحة كان في الإمكان أفضل بكثير مما كان. هذه كرات لا تسمن ولا تغني من جوع. على اللاعبين التركيز والاستفادة من مثل هذه الكرات. بتعطيها طول أكيد. إسكارا لم يجري أي تغييرات. هذه هجمة واحدة. ماذا سيفعلون بها؟ وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. ينطلق بمجهود فردي. تدخل بصفة سليمة وبكل القوة. والكرة للمنطقة الأمامية. والله ضربت فيكم مثل غزرت عليه. مجهود خارج قلت لكم خرج له طول. ما انا ما لازم طبعا نحط لي برجلي ما عنديش طول في التعبير. او يو 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 اسلوب اللعب الذي يحتوي على تمريرات كثيره من وقت لاخر ونفذ اللاعبون الخطه بطريقه مثاليه. اعتقد انهم حتى الان لا يمكنهم استيعاب الامر وانهم يواجهون نوفارا. النتيجه الان هي هدفان مقابل لا شيء. نوفارا فرح تمشي على الحركه. وينجحون في إبعادها وكأنه إعفاء مؤقت من العقوبة. ماشي دي تيم في الطرف نفسه ويقتل الحكم صفرة وصفرة 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 تعمل بين دقيقة تفرش. شادين جولتي للبحر شادين جولتي كاو نيسي كم وشوف وش عملنا في كل مركات. شوف وش عملنا أقل إن شاء الله توجيه وجبارات حد حد كيما دار ليه بعد نقدر نتعثر مع الياباني تعثر من التجوال اللي فيه عنده شوت عنده 75 شوت تعثرت مع المطولة يعني خذي من البلاد هذي من الأردن أنا جور عربي على فكرة جماعة عالية دكتور ليه هكا بس أمك عليه بالله عليه خليه هذي مش هتطلع عنده مشكلة.
كنتش هذه الجهاز هذه شقا ما فيش هذه الجهاز ما سمعت بيه برموت بيع هذا لا ما تبيعش برا نعاودو معايا ان شاء الله يجي حطو في الليست حطو في الليست نتاع وينو هم مش حطو في الليست نتاع هذا شكون هذا ذا كاريان كاريان زبالة نرضاو بيها ليه نقص عليه كانت تشخر سدت هزيمة باري عارف بيت مثل ان شاء الله كان نطلع ان شاء الله هيك يا جماعة المسلم هنا خلق السابعة طولناها برشا نوصل لاخر حلقه السابعة كل عاده ما تنساوش لايكاتكم وسبسكرايباتكم كل عاده ما عملناش برشا ماتشات خاطر عنا المفاوضات اهم من الماتشات خاطر المفاوضات هما باش نكمل بيها الماتشات بديت شويه هذاك علاش علينا كل عاده ما تنساوش لايكاتكم وسبسكرايباتكم ما تبقاش هنا في التعليم تاعكم باي.